يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم ختم الإمام بالجماعة بالقرآن في غير رمضان؟ لا أصل لهذا، هذا ليس له أصل، إنما هذا ورد في رمضان، يعني يسمع الإمام، يسمع المأمومين القرآن من أوله إلى آخره في صلاة التراويح والتهجد حتى يختم القرآن، هذا شيء طيب. أما في الفروض صلوات الخمس ويختم، هذا لا أصل له، وأيضا هذا تكلف، وربما يظن الناس أن هذا مشروع فيشق عليهم. نعم.